لك هي انتي؟ والله خوفتيني، شو صاير لك؟ ليش هيك عم تهبطي؟ امشي روحي معي. لوين رح نروح؟ على شغل حياة لنشوف. خلصنا بقى، حلي عنا. ابوها هيك قال لي، وما رح ارجع قبل ما اروح واتاكد. قال لي شوفي وين عم تشتغل ومع مين عم تشتغل، تاكدي وبعدين ارجعي لعندي. طيب فايتي، حضر حالي وجهي. ما في داعي تيابك حلوين. كيف الطقس؟ خرج سيران، جيبي شنطاتك وتعي. وشعراتي ما حلوين؟ يلا. طيب ما بطول. لك هاي الشركة طويلة عريضة يا فادية، كيف رح نستدل على البنت هلا؟ تعي لنسألها الصبية هي، تعي. تفضلوا. يعطيك ألف عافية بنتي. أهلا وسهلا. مرحبا يا حلوة. بدنا حياة أوزون لو سمحتي. بأي قسم هي بتشتغل؟ هي مساعدة لمساعدة المدير العام. أنا بعرف لك. حياة أوزون في ناس طالبينها. حياة أوزون مساعدة مساعدة المدير العام. متأكدين انتو؟ طيب ما في عنا وحدة بتشتغل بهالاسم. رؤية شوي. رؤية أمينة أكيد في غلط. معلش تسألي. ما في لزوم. جو شوب. شو اسمها مساعدة مساعدة المدير العام هون؟